شفت الدور شرط عشان نقدر نمسك الجيل دي بالعين بس اخبارها ايه كل الكلام ده حط ايدينا على حاجات وبدانا نبقى فاهمين شويه احنا بنتكلم عن ايه لازم ان احنا نعمله كلاسيفيكيشن والكلاسيفيكيشن ده شغل مهم قوي لانه بيدايجنو انت ممكن تعمل العيان ده ايه ولا تعمل له حاجه ولا لا عندنا الكلاسيفيكيشن احنا قلناها هنعمله تاني في ام اف سي اس ليفل جروب موتور فانكشن كلاسيفيكيشن سيستم اللي هو قلنا واحد واثنين وثلاثه ده الامبيولاتري يعني بيمشي واربعه وخمسه ده نون امبيولاتري. حطي ايدك على التكييف ده شوف بيقل كده ولا لا؟ حاجة بتشوف دي سببتنا نيجي بعد كده للإكزامينيشن. احنا هنإكزامين ايه؟ عايزين نإكزامين عايزين نإكزامين إيفري جوينت. خلاص؟ ملهاش علاقة ببعض ملهاش علاقة ببعض. أنت بتعرف المصري الباثولوجي اللي هو أتيتوزيس ولا ديسكاينيزيا يعني ولا ستاستيستي وبعد كده أنت عندك الموتور فانكشن ليفل بتاعه كل ما كان العيان النوع بتاعه ديسكاينيتيك كل ما كان ناحية النون أمبيلاتري. خلاص كل ما كان ناحية النون أمبيلاتري. طب النون أمبيلاتري ده أنت قررت تعمل له عملية بتبدا تبص العيان ده ديسكاينيتيك ولا مش ديسكاينيتيك؟ ديسكاينيتيك بيتعرض لخطف العمليه من غير الاستاتيك. جاي الكلام ده. خلاص؟ فانت بتجمع داتا. انت قاعد بتجمع داتا. جمعت داتا من الكلاسيفيكيشن بتاعه لما شفت العيان ده ماشي بتكاوش فانت متوقع تلاقي الفورم دي عامله ازاي فهتبدا تتخصص. بتجمع داتا حصل الباثولوجي بتاعه ايه؟ يعني تتكلم في عمليه ولا ما تتكلمش ولا تخاف ولا تعمل كلام في ايه؟ فانت بتجمع داتا عشان في الاخر تفورمالايز وتقول هتعمل له ايه؟ هو حضرتك بتقول الهايبر ريفلكسيا ماشيه مع السيستماتيك ولا السيستماتيك؟ لا الهايبر ريفلكسيا ماشيه مع السباستيستي. خلاص كل ما كان في هايبر ريفلكسيا اللي هي الجيرك تمنع جيرك عالي قوي كل يا نهار ابيض سيبه يا عم مش لازم مش لازم ده مش ممكن خلاص لكن كل ما كان التون عالي قوي ومفيش يعني مثلا العيان الهايبر تونيك الجامد ده عملت له ريفلكس مش هتلاقي اكزاجريتد ريفلكس ماشي اكتر مع كوب ويل او يعني مع ديسكاينيزيا اللي هو فيها البيزل ديجري انفولفمنت اللي هي كان زمان بنسميها في الباثولوجي ريجيدتي في النيراج. الجوينت اكزامينيشن اي جوينت هتيجي تفحصه لازم تفحصه سلو ورابد عشان تشوف الديجري اوف سباستيستيا اللي هي الكلاس 9 ريجيديتي العاديه فورم وتفحصه بس مؤكد يعني تخلي العيان هو كمان يحرك الجوينت ويشوف الهيب رينج قد ايه. الهيب من الجوينتس المهمه جدا اللي لازم تتفحص كويس قوي في اي عيان عنده سي دي ولازم تعمل التوماس تيست. متهيألي كلكم عارفين التوماس تيست ماشي؟ انك تشوف فيه فليكشن ديفورمتي ولا لا في الهيب. الفليكشن ديفورمتي دي بتبني لازم تبني الناحيه الثانيه توبريتريت برامبر لوردوزز بس في السي بي وخصوصا لو عيان تخين شويه لازم يتعمل بالطريقه دي. تعمل فول فليكشن للتو هيبس وبعد كده تبدا تعمل اكستنشن ايه؟ لسنجل هيب. لو العيان عنده باثولوجي في النية او فليكشن ديفورمتي في النية لازم تجيبه على طرف الترابيزه كده. عشان رجلنا تمس الارض ما تخليكش تعمل فول اكستنشن للهيب فلازم تبقى ركبته معديه في الايدج اوف ذا تيبل عشان تقدر تعمل فول اكستنشن اوف ذا هيب. الني جوينت عايزين نعرف هل العيان ده عنده فيكسد فليكشن ديفورمنت اوف ذا ني ودي نقطه مش عارف ليه بتحط الدنيا في العيان. وهل عنده هامسترنج شورتنج ولا لا؟ وفي حالات الريكربيتر ني هنشوف الباثولوجي. لكن انا يهمني حاجه مهمه جدا. انت دلوقتي شايف العيان ماشي بني فلكشن ماشي بني فلكشن مش معنى انه ماشي بني فلكشن انه عنده دون هامسترنج شورت
مش معنى انه ماشي بني فليكشن انه لازم عنده فيكسد فليكشن ديفورميتي وماني. ممكن الني فليكشن ده كومبنساتوري ماشي لحاجات ثانيه في الانكل او في الهيب. فانت بمجرد رؤيتك للعيان وهو ماشي كذا بالطريقه دي انت بتقدر بعد كده مع الاكزامينشن تقدر تحط كل حاجه سببها ايه ومين اللي مسبب الاخر. يعني مثلا لما تشوف عيان ماشي بابرنت اكواينس وبعد كده تيجي تفحصه تلاقي فيكس فليكشن ديفورميتي والفوت كويسه وبتاع يبقى اللي مسبب المشكله ايه؟ واللي مسبب الفوتس او الابرنت اكواينس ده ايه؟ هني ماشي. فكله مكمل لبعضه يا جماعه كلها كانك بتشوف من كذا اتجاه مع الانفستيجيشن بتاعتك مع كل حاجه عشان في الاخر تطلع بايه الباثولوجي وايه الدياجنوزس وايه المانجمنت وهيكون المانجمنت ازاي. الني فليكشن لما العيان بيبقى نايم كده والهيب اكستندد بتبقى الهامسترينجز ستريتشنج ولا ريلاكس؟ ريلاكس. طب لما يبقى العيان عامل هيب اكستنشن وانا مش قادر افرد النية على الاخر يبقى المشكله هنا ايه؟ شورت هامسترينج. ازاي وانا عامل لهم ريلاكسيشن وعامل اكستنشن للهيب؟ خلاص؟ يبقى انا وانا عامل اكستنشن للهيب يبقى الهامسترينج المفروض انهم ريلاكس. يبقى لما الاقي الركبه ما بتتفردش وفيها فليكشن ديفورميتي يبقى دي فيكسد فليكشن ديفورميتي اوف ذا ني. فيكسد فليكشن ديفورميتي اوف ذا ني. يعني حتى لو هي شورت وانا خلاص حتى لو هي شورت ومجرد ما عملت اكستنشن للهيب خلاص تابولش للاكشن ماشي ابولش انها تبقى ستريكشن. وعشان كده لما بحب اتست بالستريكش بتاع الهامسترنج بعمل ايه؟ هيب فليكشن. عشان لما اعمل هيب فليكشن تبقى ستريتش اشوف بقى الركبه بتتفرد قد ايه اشوف الهامسترنج تايت ولا ايه ولا مش تايت. لكن لما يبقى الهيب اكستندد والهيب اكستنشن ده عامل لي ريلاكسيشن للهامسترنجز يبقى لما الاقي الني ما بتتفردش يبقى انا في الحاله دي عندي ايه؟ فيكسد فليكشن ديفورميتي اوف ذا ني. يبقى ما ينفعش يبقى العيان اكستندد هيب والركبه ما بتتفردش وتقول انا هعمل له هامسترنج ريليز عشان افرد الركبه. ما هي مش الهامسترنجز هي اللي عامله مشكله في الركبه. ماشي يا جماعه؟ طيب عايزين نعرف في شورت هامسترنجز ولا لا؟ نعمل الموبيليتال انجل. هي ايه الموبيليتال انجل؟ ان انا انام واعمل فليكشن للهيب 90 ديجري وبعد كده اكستند الني. نورمالي احنا نقدر نجيب كام؟ الانجل دي عندنا نورمالي كام؟ 20 ها؟ 20 ل 30. ما فيش حد صعب قوي الا الواحد بقى هايبر ريلاكس بيلعب بالباص بتاع ان هو يقدر يجيب الايه؟ الني فولي ستريت كده. يبقى من 20 ل 30 ده النورمال. طيب تعالى بص على الصورة دي. عيان ماشي بني فليكشن وهيب فليكشن. وهيب فليكشن. الهيب فليكشن بيستريتش الهامسترينجز ولا لا؟ والني فليكشن بيريلاكس الهامسترينجز ولا لا؟ يبقى العيان ده عنده شورت هامسترينج؟ لا. يبقى ليس معنى ان العيان او اي عيان ماشي بني فليكشن انه لازم ولا بد عنده شورت هامسترينجز. خالص خالص ماشي. واكبر غلطه بتتعمل ان العيان عنده ماشي بني فليكشن هوب لازم يتعمل له هامسترينجز تروح عامل له ايه لما تطول الهامسترينجز تزود الانتيريور بلبلتات البلبس يقع لقدام اكتر يجي له ايه؟ لمبر لوردوزس عنيف يجي له ارثريتك لمبر سباين يجي له بين ملوش علاج ملوش علاج ماشي. فانت بتنديوس هايبر لوردوزس عنيف لو انت عملت تطويل لهامسترنجز مش قصيره مش قصيره خلاص. يبقى اول حاجه فيكس فليكشن ديفورميتي اوف ذا ني انت مش قادر تفرد الركبه والهيب اكستندد يبقى انا هنا عندي كونتراكشن في الني نفسها الني نفسها كونتراكتد سواء كابسولار او بول خلاص بقت فليكشن ديفورم اسمها فيكسد فليكشن ديفورم اف اف دي خلاص. لان انا هنا وانا عامل اكستنشن انا عامل ايه؟ ريلاكسيشن لمضيع تاثير الحبس. عشان اقيس الكمبيوتر الانجل برفع كده واعملها بشويش وبعملها رابد عشان اشوف الديجري اوف سباستيستي في الهامسترنجز. بس لقوا ان الكمبيوتر الانجل دي زي قلتها. ليه زي قلتها؟ مش احنا يا جماعه لما حبينا نتست الهيب فليكشن ديفورمز لازم اصلح اللمبر لوردوزس خلاص. طب ما هي نفس القصه. افرض العيان ده اللي انا بشوف الهامسترنجز فيه الهيب بتاعه فليكس
فهيبقى عامل تنشن في الهمسي. يبقى انا لازم اوبليتريت النمبر لوردوزس زي ما بعمل في التوماس تيست بالظبط، وافحص وقتها البوليتيال انجل اللي هي بيسموها كوركتد بوليتيال انجل او بايلاترال بوليتيال انجل، او والفرق ما بينها وبين البوليتيال انجل العاديه بيسموها البوليتيال شافت او بوليتيال انجل شافت. ماشي زي كده خلاص. احنا بنعمل اكستنشن البوليتيال انجل وانا بعمل كده تقريبا حوالي 80. اول ما هعمل فليكشن الناحيه الثانيه شايف البوليتيال انجل بقى كام؟ بقى الثاني. اذا انا عنده شورت هامسترينجز؟ لا، لكن لو اعتمدت على المنظر ده الاولاني هقول عنده ايه؟ شورت هامسترينجز. لكن بمجرد ما صلحت البالانس ولوكيت وكوركتد البالانس وبريتريتد النمبر لوردوزس ما بقاش عنده ايه؟ شورت هامسترينجز. ماشي؟ نقطة مهمة جدا، مش كل عيال يعني اطلع بالمعلومة دي، مش كل عيال ماشي بني فلكشن يساوي عنده شورت هامسترينجز. ونعمل له ريليس على طول. كده هنرجع برضه خلاص. هي بدأ ابنورمال، ايه اللي خلاها عامله كده؟ يعني ايه؟ يعني احنا هي فعلا قليله. هي بدأ قليله اه ابنورمال، بس عشان بلف التلف مش عشان شورت هامسترينج. عشان بلف التلف مش عشان شورت هامسترينج. والهامسترينج شغلتهم اساسا في الجيت ايه؟ هيب اكستنسورز. هيب اكستنسورز اساسا. فلو العيان عنده شويه انتيريور بلف التلف ورحت انا مس انتربريتد الكلام ده، رحت اعمل له هامسترينج شورتنج، انا هزود عنده الانتيريور بلف التلف. يعني انا دفنتلي انا هضره ضرر ملوش علاج. واخدين بالكم؟ التاني حاجه بناخد بالنا منها اللي هي ريستريكشن اوف ني فليكشن ان سوينج فيز. احنا قلنا ان سوينج فيز انا بحتاج فليكشن عشان اقصر اللم، والفليكشن ده عشان ابدا اسوينج اللم. تخيل انت ما عندكش ني فليكشن ماشي بستيف ني جيت، هتضطر تمشي بايه؟ بالسيركمفكشن. خلاص؟ فلازم تاخدوا بالكم مفيش فليكشن ديورينج سوينج. احيانا كتيره يبقى سبب القصه دي اللي هي سباستيك او شورت ريكتس فاموس. الريكتس فاموس برضه باي ارتكلر زي الهامسترينجز باي ارتكلر، يعني اشتغل على تو جوينتس الهيب والني برضه. فانا لو عايز اتست بعمل حاجه اسمها دانكن ايلي تيست. دانكن ايلي تيست ده بعمل ايه؟ بنايم العيان والهيب ايه؟ اكستندد. طب ازاي هتايتن او هعمل تنشن في الريكتس؟ يعني ايه فلكشن؟ لو عملت ني فليكشن راح حصل كوبينج اب اوف ذا ترانك، يعني حصل ايه؟ هيب فليكشن. خلاص لو حصل مع الرابد موفمنت يبقى الريكتس دي فيها ايه؟ سبستيستي ورجعت تاني. لكن لو طول ما انا عامل فليكشن الهيب طالع لفوق يبقى فيها ايه؟ شوكينج مثلا. هاي يبقى احنا كده فحصنا الهيب وفحصنا الني، هنفحص الفوت. اشهر ديفورمس موجوده في الفوت الايكواينس والايكواينو فالجس او الفوت كولابس والايكواينو فيرس. هنعمل السيلفر شكويل تيست، ده وظيفته ايه؟ يفرق لي الشورتنج ده او الايكواينس ده او الجلاستر بلاكس والشورتنج ده سببه جاستروكنيميس ولا سوليس. ماشي. المفروض لو في ليميتد دورس فليكشن في الني اكستنشن ويتحسن من الني فليكشن يبقى الشورتنج هنا فين؟ في الجاستروكنيميس. الجاستروكنيميس هي اللي بتعدي الني. لما اعمل فليكشن انا بريلاكس الجاستروكنيميس بس. فلو العيال جاب دورس فليكشن مع الني فليكشن يبقى عندي شورت جاستروكنيميس. لو ما اتحركتش وما فرقتش عن الدورس فليكشن مع الني فليكشن والني اكستنشن يبقى سوليس بس. لو هي موجوده مع ني فليكشن وزادت مع ني اكستنشن يبقى بوث. اهم حاجه ودي قلناها المره اللي فاتت انك لازم تمسك الهيل وتبقى مسدد الهيل في نيوترال او فيروس عشان ما تحصلش الدورس فليكشن على الليفل بتاع الليفت اوسر جوينت. لان لو الهيل في بارجس يبقى الموبايل يبقى الليفت اوسر جوينت ايه؟ صابل. فلما يبقى صابل تقدر تعمل دورس فليكشن من الهيب تاسكر جوينت وليس الانكل. ده اكزامبل. شوف العيان بيعمل دورس فليكشن قد ايه مع الني فليكشن، واول ما اعمل دورس ني اكستنشن مفيش دورس فليكشن خالص. دي جاستروبينيس بس. خلاص جاستروبينيس بس. ده السيلفر شكويل تيست. يبقى احنا كده فحصنا الهيب، فحصنا الفوت، فحصنا لسه كل الحاجات دي لسه فيها حاجات ثانيه وحاجات ثانيه مع كل حاجه. لا في عندنا بقى روتيشنال بروفايل. نفحص الروتيشن بتاع العيان.
العيان يا اما ماشي نيوترال يا اما ماشي اوت جوينج يا اما ماشي ان جوينج. ده ماشي بايه؟ اوت جوينج. وده ماشي بايه؟ بان جوينج. هاي الان جوينج ده ممكن يبقى على كذا ليفل، ممكن يبقى على الليفل بتاع الهيب، ممكن يبقى على الليفل بتاع الكليه، ممكن يبقى على الليفل بتاع الرؤوس. عايز اعرف الهيب روتيشن بروفايل اخباره نفحصه ازاي؟ برون. ليه برون؟ ليه برون؟ يعني ليه افحص الروتيشن في برون؟ فلكسشن او ذهب بالظبط. يعني احنا واحنا ماشيين بالهيب بتاعنا اكستند، فلازم لما افحص الروتيشن ما افحصوش فلكسشن، لازم افحصه في اكستنشن. ايه اللي يخليني اقدر افحصه بسهوله في اكستنشن؟ ان انا نايم العيان ايه؟ برون. والتيبيا دي بتشتغل زي المنقله بالظبط، بتقيس لي الانجل الانترنال روتيشن قد ايه والاكسترنال روتيشن قد ايه. احنا هنا بنتست الانترنال ولا الاكسترنال؟ الاكسترنال روتيشن قد ايه، وكده نقيس الانترنال روتيشن. السبب بيبقى انكريس فيمورال انتي فيرشن. اوكي، العيان اللي عنده انكريس فيمورال انتي فيرشن بيقدر يقعد بانترنال روتيشن، بيقدر يقعد دبل ما يعرفش يرفع. خلاص. طيب التيبيا، عايزين نعرف التيبيا روتيشن اخباره ايه؟ بنعمل ايه؟ بنفس البوزيشن البرو بنقيس ايه؟ بنشوف الفوت مع الفوت مع الثاي، مع الثاي اللي هي الفوت ثاي انجل. شرط انك تعتمد على التيست ده الى ايه؟ الفوت لازم تبقى نورمال، ما ينفعش يبقى فيه فالجس فوت واقيس هتلخبطني. ما ينفعش يبقى فيه فالجس فوت واقيس هتقول لي ان فيه اكسترنال تيبيا تورشن غلط، فلازم الفوت تبقى نورمال. طب لو الفوت مش نورمال في تيست تاني عشان اشوف دي التيبيا روتيشن هنعمل ايه؟ نقعد العيان على طرف الترابيزه عشان اخلي التيبيا اكزاكتلي فورورد فيسنج والباتيلا فورورد فيسنج واشوف الباي ماليرال اكسس. خلاص؟ واشوف المفروض اكسترنالي ولا انترنال روتيشن؟ حوالي كام؟ 20 درجه. لو زياده عن كده يبقى في اكسترنال تيبيا تورشن، لو اقل من كده يبقى انترنال تيبيا تورشن. اوكي، طب لو بصيت على العيانه دي، بص العيانه دي الفوت بتاعتها ستريت حلوه قوي اللي هي نورمال بروجريشن انجل يعني 10 20 درجه، لكن التيبيا الباتيلا باصه انورد، يبقى العيانه دي ايه المشكله؟ ايه الروتيشن اللي عندها؟ اكسترنال تيبيا تورشن. صح، الفيمورال تورشن الباتيلا ماشيه مع الفوت. خلاص، لما تلاقي الفوت مش ماشيه مع الباتيلا يبقى المشكله فين؟ التيبيا. ممكن يبقوا الاثنين ممكن يبقوا الاثنين عكس بعض، يعني تلاقي اكسترنال تيبيا تورشن وانترنال فيمورال تورشن. خلاص، عشان كده لازم تفحص العيان. طيب عملنا الحاجات دي، خلصنا فحصنا العيان وعرفنا تقدر توصف لي العيان في الوقت ده. العيان ده سباستيك هيميبليجيك ماشي ب اكواينس جامبر جيت. انا كده خدت المعلومه كمل. خلاص، العيان ده سباستيك دايبليجيك ماشي ب كراوتش جيت جي ام اف سي اس ليفل 4. فاهمني؟ الدنيا منوره عندك جدا. عارف الجي ام اف سي اس ليفل 4 يعني انت هتتعامل مع ايه؟ انت الايم بتاعك ايه؟ ماشي بكراوتش يعني انت متوقع، وفور يعني انت متوقع ان في فوت كولابس وفي 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 ماشي. سباستيك يعني ما فيهوش ديسكاينيزيا. خلاص، ولو قلت لك ديسكاينيزيا تفرق معاك جدا، تبدا تهولد كده ما تفكرش في عمليات قوي. فاهمني؟ فكل تيرم اللي احنا بنوصفه ده بيأثر على الديسيجن ميكنج بتاعك. ماشي؟ كراوتش افور ها؟ كراوتش افور نوت امبلاتري؟ لا ده البرزنتيشن، ده البرزنتيشن. خلاص، لو في كراوتش فري ايه علاقة ده بالديسكربشن؟ فاهمني؟ واحد ممكن ما عندوش أي ديفورمتي في اللور ليم ونوت امبلاتري 4 اي 5، ايه علاقة ده بده؟ ما ده ملوش علاقة بده. خلاص؟ بعد كده ممكن نعمل برين ام ار اي. هل احنا بنطلب البرين ام ار اي؟ لا. لما يجي لك عيان مثلا عنده سي بي هيمبليجيا، هو مش جاي لك ان في هيمبليجيا خالص، هو جاي لك الولد بيزك. الولد بيزك، في زكه، فانت لما تشوفه في لمبي
تاجي تفحصه في هايبرتونيا شويه موجوده. حد عينه ده عنده قصر في الوضع بس احنا عايزين نتطور. طب ما هو ايه السبب؟ طب يستعمل انهي ايد؟ طب يفضل انهي ايد؟ طب يفضلها من امتى؟ مش عارف ايه؟ طب ولادته كانت عامله ازاي؟ تبدا تدخل في ديتيلز. انت بتتعامل مع سي دي هيمبليجيا. خلاص هتقول له سي دي هيمبليجيا خلاص هيجنن. فهتقول له احنا شاكين في ضعفه محتاج نشوف دكتور مخ واعصاب. المفروض بقى الدكتور مخ واعصاب لما اشوفه هو اللي يطلب الام ار اي مش انا. لان انا هبص على الام ار اي مش هعمل فيها حاجه. مش شغلتي. بس الام ار اي بتفيدنا لو العيان عنده هنا بريفنتريكرال ليوكوماليشيا ده بيبقى ماشي مع الاستاتستي. خلاص؟ وده الديسيجن ميكنج بتاع الاس دي ار سيلكت دكتور هيزوك مثلا بيحتاجوا الام ار اي عشان يثبتوا ان مفيش افكشن للبيزل جانجليا ولا بتخلص. لان لو في افكشن للبيزل جانجليا ولا بتخلص ده بيانديكيت ان في سام سورت اوف ديسك هرنيز ما تنفعش فيها الاس دي ار. خلاص هنيجي للكلام ده انديكيتس. وبرضه لازم نفتكر ان 12 ل 14% من الناس اللي عندهم سي بي الام ار اي بتاعهم نورمال. وبالتالي غلط قوي من دكتور مخ الاعصاب اللي يقول عشان الام ار اي ما فيهاش حاجه يبقى العيان ايه؟ ما عندوش حاجه. لازم تفصل. لسه كان عندي عيان كلاسيك مايوباثي واللي بعتهولي دكتور مخ واعصاب بيقول ان هو بعت وعمل رسم عضلات عند حد بارد كاستمر والحد بارد كاستمر ده كاتب ما فيش حاجه. فالدكتور مخ الاعصاب قال لهم بالقران الست دي بتعمل اي جي قران. والله ده حصل ده ما فيهوش حاجه. الولد مايوباثي كلاسيك مايوباثي. اعتقدت ان الدكتوره دي كانت طبعا مراجعه الحاله لان ده شكله مايوباثي. لما راحوا لنا لا ازاي صاحبه بتاع قال لها طب شوفي الولد. شافت الولد قال لهم لا هنعيد الاي جي. عادت الاي جي خلاص رجع للدكتورين يرابش خلاص. فهي الفكره كلها يعني ما الحاجات بالذات اللي بتتقري بحد تاني لازم تبقى انت برضه واثق في الدياجنوز بتاعك. مش مجرد ان قالوا كذا خلاص. هي ما فيش حد ما بيغلطش. ما فيش حد ما يراجعش نفسه. ايفن انت ما فيش مشكله. بس ما ينفعش يبقى عيان بيحلف على نفسه واللابس بتاعته عاليه يعني. ما ينفعش الاي بي جي يقول لي ما فيش. ده لمصلحتنا هي تاني تقول ان هو يعني فاهمين. الحاجه الثانيه الانفستيجيشن اللي بتتعمل دي الجيت 3 دي جيت اناليسيس يمكن في مصر هنا ما بتتعملش كتير. بتتعمل بس في المركز بتاع القوات المسلحه في معهد شرق الاشقاط. احنا دايما بنعملها في المركز بتاع القوات المسلحه الدكتوره مي عبد المحسن هي اللي بتعملها لنا. ده شاطرين جدا وبيعملوه كويس. الحقيقه مش كل عيان نحتاج ان احنا نبعثه عشان يعمل 3 دي جيت اناليسيس. نبعثه لما نكون عايزين حاجه معينه. انا شاكك في حاجه معينه عايز اثبت ان في هايبر اكتيفيتي موجوده في الريكتس ثيموس ماشي. انا محتار ومش قادر اعرف هل العيان فعلا عنده شورت هامسترينجز ولا لا عشان ما اطولش الهامسترينجز. فهم بيعملوا كاينيماتيك تريسنج وكاينيتيك تريسنج وديناميك اي ام جي. يعني ايه ديناميك اي ام جي؟ ريكورد الماسل اكتيفيتي دورينج فانكشن وهي العيان ماشي. يعني مثلا عيان زي ده عنده ماشيه بشويه كراوتشنج بس هنا شايف في فليكشن في الني وفي هنا شويه فليكشن في الهيب. مع الفليكشن في الني يساوي فليكشن في الهيب شويه. يبقى العيان ده ما عندوش شورت هامسترنج. ما عندوش شورت هامسترنج لان الفليكشن ده ليه تقريبا مشابهه للديجري اوف فليكشن اللي موجوده في الهيب وهو ماشي. يبقى ما عندوش ايه؟ شورت هامسترنج. يبقى انا ما اقربش جنب الهامسترنج مع اني بص هو ماشي عامل ازاي. برضه في الاستيفني جيت بتفرق لي قوي انها بتحدد لي العيان ده عنده عنده الرينج اوف موشن والدنيا اخباره ايه والبيك ني فليكشن اخباره ايه. وال العيان ده مثلا تشوف شوف هنا الفليكشن ليميتد ما بيوصلش للبيك ني فليكشن ودي ليه. بس كمان الرينج اوف موشن والدنيا زياده. زياده ازاي وهو في ليميتد ني فليكشن لانه بادئ من ريكارديكا. بادئ من ريكارديكا. فالحقيقه الحاجات دي بتفيدك في انك هتعمل ايه وهتشتغل ازاي. يبقى احنا في الدايجنوز بتاع السي دي خدنا شفنا الشكوى بتاعت العيان شفنا الهيستوري بتاعه فحصنا العيان ريفلكسس بوستشر. احيانا يبقى الكي كلو بتاعك في عيان مثلا ماشي بليمبنج واول برزنتيشن ليه في الدنيا كلها عشان الليمبنج ده ان عند العيان هايبر ريفلكس ماشي يونيلاترال او اسيمتريك هايبر ريفلكسيا او بابينسكي ساين.
في عيال اكبر من سنتين. ففي حاجات كارديولوجي لازم تبقى عارفها والدكتور لازم تفحص بيها العيال. وقلنا هنشوف الريفلكسز والنشر والتون والبروف موتور فانكشن، الحاجات دي اوتوماتيك بتبقى انهيرنت فيك مع كتر التعامل مع السي بي. خلاص انت بتشوف وبتقدر تحط نفسك تبدا تعرف انت عايز ايه ومش عايز ايه. اي اسئله عن الاكزامينشن؟ اتفضل. انا عيان مع مستور لقيت عنده كونتراكشر في الجيتشر. هل العيان ده مع كده انا ما عملتش تنسنج؟ لا انا جاي في العلاج لسه البيزك كوتين. انا هقول لك هتعمل له ايه؟ حاجه. ما هو جنتل عشان تشوف الترو رينج ورابت عشان تشوف الكومبوننت اوف سباستيستي بشويش جرادي ولا حد ما تجيب الفول دورسيفلكشن عشان تفرق في شورتنينج ولا لا في التندر. اتفضل. المصطلحات اللي هي بتاعت هو السؤال بيقول هل ال دي فيكسد ديفورميتي؟ انت قصدك كلمه دايناميك ديفورميتي وفيكسد ديفورميتي. اي حاجه ما فيهاش شورتنج اوف ذا تندنس وبتقدر تجيب فيها الفول باسيف رينج يبقى انت عندك ايه؟ دايناميك ديفورميتي. يعني لو العيان ماشي بني فليكشن بس انت الني فولي اكستندبل يبقى ده مش ستاتيك ديفورم مش فيكسد فليكشن ديفورم. هل يطلق عليها ديفورمتي ولا تقول عليها ديفورم؟ لا تقول عليها ديفورم دايناميك ديفورم. يعني لو بتتصلح تبقى دايناميك ما بتتصلحش تبقى ستاتيك. يس. طيب يا دكتور عشان حضرتك بتقول ان في جريدز للسباستيستي يعني ايه يعني ايه الجريدز بتاعت السباستيستي وتفرق ايه؟ ما احنا قلنا ان السكورنج سيستم للسباستيستي هو الاشرف موديفايد اشرف سكور او التاردو سكيل. الاثنين دول هما السكور سيستم للسباستيستي فانت بتقراهم وتحط العيان. انا ما دخلتش في تفاصيلهم بس هما حقيقي مش للسباستيستي هما كلاسيفيكيشن اوف ذا تون. ماشي انا فاتني موضوع الدايبليجيا هيميبليجيا كوادريبليجيا يعني التفرقه بين الانواع. الدايبليجيا انفولفمنت اوف ذا لور ليم اكثر من الابر ليم والهيمي يعني انفولفمنت وان هاف اوف ذا بودي والكوادريبليجيا انفولفمنت اوف ذا هول ابر ليم اند لور ليم. بس احنا دلوقتي بنتكلم يوني لاند وباي لاند بقى. دي فرق بين الانترنال انتيريور تورشن ولا انتي فيرشن؟ ما احنا قلنا الانتي فيرشن هنشوف الانتي فيرشن هنشوف الروتيشن اوف ذا ثاي اوف ذا هيب وانت نايم لكن التيبيا بنشوف الفوت ثاي انجل او الباي مالير اكسس. لا طب انا وريتك ايه؟ باتيلا كيسنج ايتش اذر والفوت نو مش دي نقطة. تلاقي عيان ماشي انتوي وعنده انتي فيرشن تلاقي حد طلب له سي تي ميجرمنت. طب انت هتعمل ايه بالسي تي؟ هتعمل ايه بالسي تي؟ هل السي تي ده هيقول لك عند درجة معينة هتعمل عملية وعند درجة مش هتعمل عملية؟ خالص. طب انت تقدر تقيس الانتي فيرشن كلينيكال؟ بتفضل تعمل انترنال روتيشن لحد ما الجلطه يبقى ماكسيمم لوكال وهي دي الانجل بتاعت الانتي فيرشن. تاني معلش يا دكتور. بس هي الفكره الديسيجن ميكنج بتاعك لعمليه مش بيست على الانجل يعني بالذات في السي دي لان السي دي في دايناميك كومبوزيت يعني ممكن يبقى عيان عنده انتي فيرشن مش ماشي انتو وعيان ما عندوش تمرين انتي فيرشن كبير وماشي انتو انت بتصلح كلينيكال مش بيزد على اكس ريز. لا نورمال تشايلد ده قصه ثانيه هنقولها ان شاء الله في اخر مره. الكلينيكال ميجرمنت الكلينيكال ميجرمنت ده برضه عمري ما عندش دلوقتي. لا في اللي حضرتك قلته ده بتاع الجريتر تروكانتر ما هو مش ملوش قيمه بتاع الانترنال روتيشن ملوش قيمه. انت يهمني اعرف بيجيب الانترنال روتيشن واكسترنال روتيشن قد ايه ما يهمنيش اعرف درجه الانتي فيرشن لان في سوفت تيشو اليمنتس موجوده انا مش عايز انجلكت واشوف بس البول. طيب هنتكلم على البيزكس اوف تريتمنت.
ده نورمال. وكان زمان يقول لك لو اكتر من 70 اعمل هاوس ريليز. هذا كلام الصح ولا بقينا نستعمله. لازم تعمل بايلاتر وميديا لاين. مش ديفرنس اكتر من ايه؟ انت لو لقيت لك ان هي نورمال ودن 20 سنتين ما عندوش روح هاوس. معذور؟ يس. طب انت عندك عيان عنده فيكس انفليكشن بيفورد جوجاني، هو ده السؤال. عنده فيكس انفليكشن بيفورد جوجاني 20 درجه وعملت الكوريكت بروتين الاهلي بقيتها 50 يبقى دي شورت هامس من بره. لا مش حاجه اكتر منهم من 20 هيبقى 30 نور. نيجي بقى للميز وهي